احترامي مولانا الولي. اهلا بالمستوزن الاصغر، تفضل عود يا رشاد. دام فضلك مولانا. شوف يا رشاد، انا استدعيتك اليوم مشان كلفك بمهمه دقيقه كتير، لانه بصراحه مالي ثقه حتى كلف غيرك. انت مستوزن عندي من مده 9 سنين، يعني صرت تعرف طبعي بدون ما سرسر الي. محشوم يا مولانا محشوم. باختصار شديد واقتضاب مفيد، امبارح زاني موفد من دوله رهفستان الصديقه عم بيعلمني فيها قبول والي رهفستان الصديقه الدعوه الموجهه من قبلي لجنابه بخصوص زياره بلادنا، مشان يتعرف على اوضاع بلادنا وتدعيم اواصر المحبه بين بلادنا وبلاده. نعم مولانا. وباعتبار انه والي رهفستان اول مره بيزور بلادنا بعد مضي 5 سنين على زيارته الاولى، فانا حابب احتفي فيه بما يناسب مقامه السامي، وبالتالي اعطاء صوره مشرقه عن بلادنا. وكم يوم بدها تستمر زياره مولانا؟ يعني شغله اسبوع زمان. وإمتى حدد الزيارة يا ترى؟ بعد 10 أيام. المطلوب منك يا حضرة المستوزر التحضير لاستقبال الضيف بشكل لائق والإحاطة به من تكريم. لا تنسى يا حضرة المستوزر أنه بلادنا الله يعزها مشهورة بالكرم واستقبال الضيف، والمثل بيقول لاقيني ولا طعميني. يعني بده يأكل عنا؟ بلى بده يأكل عنا، لكن وين؟ طيب سؤال بعد إذنك مولانا إذا أمرت. تفضل سأل. ويا ترى جنابكم حاطين خطة معينة ببالكم بخصوص حفلة الاستقبال سيدي؟ لا 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 لا، خطة ببالي ما في، بس لا تنسى انه والي رهفستان صديق شخصي وعزيز على قلبي كتير، سياسيا واجتماعيا وثقافيا. لما رحت زرته من 2 سنين احتار الرجل شلون بده يكرمني ويحتفل فيني، بالإضافة لتلك الصداقة يلي بتربط بين شعبينا والروابط المتينة يلي بتربطنا مع بعض من 10 سنين. ويا ترى يا مولانا شلون بتحبوا الاحتفال يكون؟ يعني رسمي ولا شعبي؟ الاثنين سوا. ولا تنسى انه شعبنا بكن لجنابه احترام عميق وبيحبه لانه مقامه عم بيشتغل لشعبه. مولانا شعبنا بيحبه لانه جنابكم بتحبوه. لا لا ابدا. تعرف يا مستوزي رشاد، انا بحب كل والي بيخدم مصلحة وطنه، وبالتالي بتجنب كل حاكم بحط مصالح شعبه وامته على الرف. يا سيدي الله يديمكم درع لهالولاية وحصن هالحصين. انا مالي معقد من قصة انه شعبي لازم يحبني الي وبس، بالعكس اذا في حكام كويسين مو بس الشعوب بتحبهم، الله بعد اسمه من عالي سماء بيحبهم كمان. اذا مولانا انا هلأ راح اعمل جهدك الله يرضى عليك ويحن عليك يطلع استقبال الضيف الكبير على مستوى مقام رفيع. ولو يا مولانا هالثقة اللي عم تمنحوني إياها أكبر وسام بعلقه على صدري وأفخر تاج بحطه على راسي. يسلم راسك، أنا ما عاد عندي شي ضيفه، بإمكانك تروح هلا تشوف شغلك. عفوا مولانا، في نقطة ما حكينا فيها. تفضل شو هي؟ بالنسبة للميزانية. شبه الميزانية؟ قصدي شلون رح تكون ومين رح يصرف لنا إياها يعني؟ مثل العادة بهيك أمور الخزندار. سيدي عفوا، الخزندار مثل ما بتعرفوا جنابكم ما بيقدر يقر ميزانية لمشروع ما إذا تجاوز تكاليفها السقف المخصص لصلاحيته. مو مشكلة، أنت درس لي الميزانية منيح وهات لي إياها لو قالك إياها. أمرك مولانا، تمرج الثاني سيدي؟ لا أبدا، الله معك. شكرا. والله يا رشاد عم يجيك حظ بيفلق الصخر. وليش بقى؟ شو ليش؟ يعني هالثقة اللي عطاك ياها مولانا الوالي ابي عمره ما عطاها لحدا، بقى بدي اياك تبيض الوشرة. شو هالشغلة العظيمة يعني؟ كل المسألة وما فيها اشراف على احتفال. ولو كان، انت بتعرف انه هالاحتفال بالنسبة لوالينا مهم كتير وحساس، وبالعادة بيكلف فيه الناس اعلى منك مرتبة. ولا يهمك فوزية ولا يهمك، نحن لها ما اختلفنا، بس اذا بتحلو بصافي مع الوالي رح يكون مقامك بالعلالي. شو بده يكون مقامي يعني؟ قد ما كانت وظيفتي كبيرة رح أصفى بالأخير على راتبها. بجوز، بس كمان استلام منصب مهم تقدير كبير من الوالي لشخصك. ستي إلا ما يجي وقت واستلم فيه المنصب يلي ببالي. قومي هلأ قومي، عطيني الدفتر والريشة والمحبرة حتى أحسب الميزانية.
أمرك رشاد أفندي. ما بتعتقد يا مستوزر أنه أرقام ميزانيتك عالية؟ يا مولانا بجوز تكون عالية، ما بقلكن لا، بس الاستعدادات اللي محضرها والاحتفالات اللي مصممها والزينات اللي رح تتعلق والبسط والسجاد والعراضات والاستعراضات والفرق والمرق والشطف والمطف والزينة والمينة، كل هالشي بيكلف وبده فتح عملة. ماشي الحال يا عبد الحي. أمر مولاي السلطان. بعت لي وراء الخزندار مطاع. أمرك مولاي. رح ناخد رأي الخزندار مطاع، بركي بينورنا برأيه، لأني حاسس كأنه ميزانيتك عالية وأرقامك خيالية. بالعكس يا مولانا السلطان، يعني نحن بالمقارنة مع غير ولايات نحن ما في. شوف يا مستوزر رشاد، في ولاد أغنية وبلادهم غنية وعم بفلتوا مصاري على أبو جنب بطعمي وبلا طعمي حتى يسعدوا شعوبهم، بس أنا ما بغار من حدا ولا بطلع على حدا، أنا بحكم ولايتي حسب إمكانياتها وحسب ثروة البلاد من منتوجات وريوع. وبصراحة أنا ما بحب دايما من أصدقائي الملوك والولاد، مع أنهم عمرهم ما خيبوا لي طلب، بس أنا ما بحب ركب دين برقبتي أو رقبة العباد. بعدين بيقولوا الوالي عم بيحكم بالدين بيتضعضع مركزي ومركزي ولاية، أما شيت أنه أدين لآجال طويلة وبعد فترة انتهز الفرصة المناسبة وقدم طلب استرحام وتظلم من شان يعفوني من الدين، فهاد موارد بسياستي. بس عفوا مولانا، هذا اسمه تكتيك. اي سيدي مرحبا تكتيك. خوش لحد الآن أنا ما اضطريت، وقت اضطر لكل حادث الحديث. احتراماتي مولانا الوالي. أهلا خزندار مطاع، دخلك بدي أسألك سؤال. العفو سيدي، أمرني. خود شوف لي هالميزانية، شوف لي الرقم النهائي، في مبالغة شيء. ميزانية استقبال والي رافستان سيدي؟ نعم. لأنه مثل ما هو معلوم خزندار مطاع، الحفل لازم يكون على مستوى راقي، والمستوى الراقي يعني بتعرف بده مستلزمات و يعني حق بسط وسجاد رح يكلفنا هداك ال. معلش يا رشاد، لا تحاول تسير عليه، خليه يحكم بنفسه، حكم مطاع شغلته والشغلة وبيلقطع الطاير. أمرك مولانا. شو قلت يا خزندار؟ هو الحقيقة يا مولانا، ومثل ما هو مفصل بالميزانية من مصروفات وتكاليف، فالمبلغ مقنع تماما وغاية في الدقة، وبالعكس أنا شايف أنه في مصروفات غايبة تماما عن ذهن جناب المستوزر، ورغم ذلك رح يتكفل فيها مثل ما الملاحظ بالتعهد اللي بين إيدي. عظيم جدا، قال خذ رأي أكبر منك وأصغر منك ورجع لعقلك، والرأي عندي ممهور بالموافقة. هات الميزانية لقلك يا مطاع. تفضلوا مولاي. يا مستوزر رشاد، لا تنسى مثل ما وصيتك. إن شاء الله منكون عند حسن ظن سيدي. يا مطاع. أمر مولاي. سلم جناب المستوزر كامل الميزانية. أمرك مولاي. تمر شيء تاني سيدي؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك يا رشاد؟ أنت هلأ مستوزر أصغر، ومو بعيد أصير مستوزر أكبر وربما وزير، مين بيعرف؟ الله معكم. إيه سيدي، شو أمرتوني يا نور عيوني؟ ما يأمر عليك ظالم يا خزندار مطاع. وهي أموال الميزانية بين إيديك، بتحب ابعث لك اياها على مكتبك ولا بتاخذها مع الحاجب تبعك؟ لا، راح اخذهم بنفسي. قديش في بالصندوق؟ مليون عصمليه مثل ما امر مولانا. والله كثير مليون عصمليه. راح اخذ 800,000 بس. شو رايك؟ ما بيمشي الحال هيك؟ وليش حتى ما يمشي الحال؟ ولك انا كلي تحت امرك. وانت الكريم والخزينة بتستاهل.
هيك قلتها؟ شو بدنا نساوي؟ قال يلي بيجي شي وبرده اخص عليه وعلى جده. ابراهيم احملوا هالصندوق والحقوني. يعطيك العافيه بطاعة افندي. تسلم، واذا بدك ياني تعال عندي. سيدي وصل جناب مأمور حكمات. خليه يدخل. السلام عليكم. أهلين مأمور حكمات، شلون صحة؟ الحمد لله بنعمة كريم. الحقيقة يا مأمور حكمات، أنا طلبتك مشان أمر مهم جدا وما في غيرك بيقدر عليه. تفضل تفضل ارتاح. أنا بالخدمة سيدي، أمره. جناب والينا المعظم جاي لعنده ضيف يزور البلد، وبهالمناسبة الاستثنائية بدنا نقيم احتفال لائق بضيفنا الكبير. من عيوني سيدي، أنا من إيدك هاي لإيدك هاي، أنتوا بس أمره. هذا هو الموضوع، ما في شي تاني أبدا. وتفضل يا سيدي. هاي 400,000 عثمانية كلفة الزينة ومستلزمات الاحتفال، بس وينك؟ بدي الاحتفال مطنطن ويبيض وش والينا المعظم قدام ضيفه والي رهفستان. يا سيدي أنا شو بتفرق معي؟ والي رهفستان ولا نورستان، ويا سيدي إن شاء الله يكون والي المرستان، المهم إني التهي بشغلي وأتقن عملي. ها ها هيك بدي إياك. بتريدوا شي تاني سيدي؟ لا 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 ما في شي تاني أبدا، الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. بقى شوف يا مختار، أنا رح أعطيك 200,000 عثمانية مشان الزينات وخلافه، وبدي منك تحط كل جهدك بهالمسألة منشان نبيض وش البلد. فهمت شو قلت لك؟ من عيون التنتين يا سيادة المأمور، لا توصي حريص. تفضلك أنا، هاي 200,000 عثمانية. ايه يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. انتبهوا منيح يا شباب ويا أبضايات للكلام اللي رح قلكن يا. تفضل مختار تفضل. شرف. والينا الله يديم عزه وكرمه فينا رح يستقبل الأسبوع الجاي ضيف عزيز وزائر كريم، وهو جناب والي رهفستان المعظم. سمع يا شباب سمع. تفضل يا مختار. ومثل ما بتعرفوا ضيف الوالي ضيفنا رح ينزل ببلادنا معزز مكرم، ولازم نستقبله بكل مظاهر الاحتفاء والتكريم، ونزين له الحارة ونحطه بقلوبنا. نحن لها يا مختار باطل والله، لنفرش له ريف عيوننا حتى يمشي عليه. بارك الله فيك، منشان هيك حبيت اجتمع فيكم حتى نرتب أمور الزينة ونتفق على التفاصيل. أنا إلك علي يا مختار، اشطف الحارة من أولها لآخرها كرمال عيون الوالي. حياك الله يا أبو محيو. وأنا يا مختار باعتباري الخياط مسؤول عن تفصيل الإعلام والرايات والبراري، وكله كرمال عيون والينا. الله يديم فضله فينا. آمين يا رب. عيش جناب الوالي. عيش عيش عيش. عيش جناب الوالي. عيش عيش عيش. وانا قلكن علي باعتباري كهربجي مد حبال الزينه من اول الحاره لاخرها وبالاضويه الملونه كمان. الله حيو ابو سعدو. ما تبلى مراجلك يا ابو سعدو. والعراضات يا شباب انا مسؤول عنها، حاكم كل اهل الحاره بيحبوني يبنون عليهم، وتكرم عيون والينا. وانت يا ابو بكري شو راح تساوي؟ والله يا مختار انا ما راح اساوي شيء. شلون ما راح تساوي شيء؟ على الاقل زين باب بيتك. اخي ما بدي زين شيء، شو شغله بالزور؟ لك شو عم تحكي انت؟ شو جنيت؟ لا والله ما جنيت، وعقلي لساته براسي. لكان شلون ما بدك تزين؟ اخي انا اذا بدي زين بدي زين على المزبوط، وبدي ضيف قهوه مره
واعمل مضافات وقدم شوكولاته وسيف وترس واضرب واطلع، وكله في داعيون والينا وضيفه. بس هالمصاريف هي بقى مين بده يعوض لي اياها يا مختار؟ الله بيعوضك ونعم بالله. ما قلنا لا، بس هي وين بتنصرف مختار؟ هلا بلا عليك فاضي يا ابو بكري، بدك تزين رجلك فوق رقبتك، والا قسما عظما رح بكتب فيك تقرير كيدي للمكتب الثاني وخليهم يزتوك بالسجن. لفه بكري، شو صار لك؟ لفه. والله ما صار لي شيء، بس انا اغنى من الحكومه يعني. بس هذا واجبنا يا ابو بكري، وكله في دعيون الوالي. ايه اذا كان هيك ماشي الحال، بس علي الجيري لولا كرامه الوالي ومحبته بقلبي لا برد على مختار ولا على بطيخ مبسمير. بسيطه هيك عم تحكي؟ شو علي حسابك بعدين يا ابو بكري. المهم يا ابضايات، انا رح اعتمد عليكم، والله يبيض اصلكم وياخذ بيدكم على طريق التضحيه والمفهوميه. وللعلم الموكب رح يمرق بحارتنا، بعدين رح ندخل لبيت الوجيه اسعد باشا المرأتلي حيث نحضر الاحتفال هنيك. واسعد باشا المرأتلي هو اللي تبرع من طيبه وخاطره من شان سمعه الوالي وسمعه البلد بهذه اللفته الكريمه والمشكوره، لا يبغي لا احمر ولا اخضر، لا جزاء ولا شكورا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كف لاسعد باشا شباب، كف. يعيش اسعد باشا الغلطان. يعيش يعيش يعيش. يا كسام هات القهوه لهون وضيف الشباب. السلام عليكم. اهلا مختار، يعطيك العافيه. اهلا بالمختار. اهلين سهلين. عفارم يا بضايات. شو بقى يا سجاد؟ سجادات ابو كامل. علوهن ولا تنسوا السجادات ابو بكري. يا مو على عيني. بدنا همه يا شباب، همه. السلام عليكم. السلام. على السلامه يا مختار. ايه شلون الاستعداد لاستقبال الضيف يا رشاد؟ كله تمام يا سيدي. لازمكم شيء؟ بدكم شيء؟ ابدا يا سيدي ابدا، مو لازمنا شيء، مو لازمنا الا عطفك وحنانك ورعايتك إلنا. عظيم كثير. حاكم بكره موعد استقبال الضيف. يا مولانا ان حل اهلا وان وطئ سهلا، وان ما وسعته بلادنا بتسع قلوبنا يلي بصدورنا قولا وفعلا. يا جماعه يا جماعه، وصل موكب مولانا الوالي. Oh!
مولانا الضيف الكبير والي رهفستان الأفخم. هذا يوم لا ينتسى من أيام العمر، يوم تجتمع فيه الأفئدة على المحبة، ويتلاقى فيه القائدان في جو صادق من الأخوة والحب والتقدير. لن أطيل عليكم يا أسيادي، وأبدأ الحفل الفني الكبير بنشيد الترحيب. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. اهلا بالوالي المعظم، اهلا رمز بلادنا، اهلا بالضيف المكرم خطوي عزيزي سيدنا. اهلا بالوالي المعظم، اهلا رمز بلادنا، اهلا بالضيف المكرم خطوي عزيزي سيدنا. اهلا والينا المبجل، اهلا انت وضيفك، الله يطول عمرك سيدي ورح نضرب بسيفك، انتو اصحابين وهالبيت ونحنا كلنا ضيوفك. اهلا بالوالي المعظم، اهلا رمز بلادنا، اهلا بالضيف المكرم خطوي عزيزي سيدنا. والان نستمع الى المغنية الشعبية السيدة مهدية الكستاني، التي استخدمناها خصيصاً من الأستانة لتشارك بهذه المناسبة التي يشرفنا بحضورها جناب والينا المعظم مع ضيفه الكبير والي رهفستان الصديقة. منين اجتني هالضعفة على غفلة؟ ما بعرف، امبارح ما كان في البلاء يا عالم امبارح. الله يعافيك ويشفيك يا ابو كامل، البني ادم تحت الطاف الله، شوكة صغيرة بتأذيه.
أنا بقول لك شو صار معك. امبارح أنت نمت والشباك مفتوح، قمت أخذت لفحة هواء، مشان هيك ارتفعت حرارتك ورشحت ومنعت أضعف إلا يوم حفلة الاستقبال. قسما بالله كنت بدي أعمل عراضة بالحارة إلى أول ما إلى آخر، كرمال والينا وضيفه. معذور يا أبو كامل، معذور. أزرك معك. قليلي، يا ترى أعطيتيهم البسط والسجادة الكبيرة اللي عنا؟ شوفت عينك، سحبتها من تحتنا وبعدت لهم إياها مشان يزينوا حيطان الحارة فيها. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. وكراسي الخيزران، إن شاء الله بعدت لهم إياها. ولو يا أبو كامل، بعدت لهم 8 كراسي. كثير منيح، اصحكا، انتبهتي في 3 منهم مفختين. إيه قششتهم وبعدتهم، ولو يا أبو كامل، بعجبك أنا. خوت تقبرني خوت. اشرب كاسة الليمونة ضبط فيدك كثير، خوت تقبرني اشرب. هاتي غيري لي هي، سخنت صارت مثل النار. أوه الله معك والينا. أوه بوجودك نورت ليالينا. أوه وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا. أوه نحن عملنا اللي علينا. يعطيك العافية، الاستقبال كان حلو يا مستوزن. جناب الوالي أعجب بهذا الاستقبال. الله يديمك يا مولانا، نحن بس بدنا نكون بيضنا الوش. أكيد أكيد أكيد. تفضلوا مولانا ارتاحوا الجناح. تعرف يا مستوزير، الحفلة كانت كتير حلوة. سيدي هذا من فضلكم، وكل قرش انصرف عليها حلال وبمحله. هو سيدي صحيح انه قصنا مبلغ بسيط والناس حطت من جيبتها كاش، بس مو وقت الحديث هلا يا سيدي. لا 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 لا، ما بصير حدا يتكلف. مر لعندي على السرايا حتى اصرف لك المبلغ. الله يطول عمرك ويديم عزك فينا يا مولانا. تعرف يا رشاد، انت صار لك مستوزر اصغر عندي 9 سنين. المستوزر اكبر، او مين بيعرف، يمكن تصير وزير. يا سيدي الله يطول عمرك، يعني لو حطيتني خادم حتى اغسل لك رجليك فهذا شرف كبير لي يا سيدي. استغفر الله العظيم، استغفر الله. خير استاذ خالد. اهلا، صباح الخير. اهلا امام، جيت بوقتك حاكم، خرمان عليك كاسه شاي. تفضل. صحه. وانا شو لمين ولا هون؟ للاسف ما تريد شيء استاذ؟ لا ابدا بسلامتك. الله يسلمك. عمان خير استاذ. بدي اسالك الانسه مها شو اخبارها؟ من اي ناحيه استاذ؟ ما فهمت عليه. قصدي يعني بس بيني وبينك عماد، ها يعني هاد بضل سر وما حدا بيعرف فيه. سرك كبير استاذ، احكي ولا يهمك. بصراحه يعني انا عم فكر اطلب ايد الانسه مها، اخطبها يعني. وانا بوثق فيك يعني، وبعرف انه خلطتك معها منيحه، فانت شو رايك؟ الحقيقه معك حق تفكر فيها، لانه البنت حلوه وبتلفت نظر، بس بعتقد مالك بالطيب نصيب. ليش؟ مخطوبه يعني؟ لا مو مخطوبه، بس حسب ما سمعت الأنسة مها حلفة يمين ما تتجوز أقل من مدير عام. ايش هيك يعني؟ خبط لزق. ايه استاذ، خبط لزق. صحيح هي حلوة وبتاخد العقل، بس البين انها طموحة كتير. يعني برأيك ما حاول؟ انا برأيي تنسى الموضوع من عين اصله استاذ. الله وكيلك قديش انا بدللها ولا بتأخر بطلباتها. اي طلب تطلبه بيحضر دغري، بس اذا تضف وغلطت معها غلطه قد راس الدبوس بتمتور فيي. صحيح هي ما لعري ضربه لازمه، بس ما بعرف استاذ ليش لما بتصرخ فيي هيك بتبلكم، لساني بيرتبط، وشي بيحمر وبيصفر لهالدرجه واكثر. لكن ليش عم اقول لك مالك بالطيب نصيب؟ لانه شايفه حالها كثير، وكل الموظفين قدامها دبان، ويا ارض اشتدي وما حدا قدي.
يعني لا تكون حاطة مديرنا العام بزهنة. علمي علمك. عن إذنك ساز القهوة رح تبرد. إذنك معك. فظاعة للطبع اللي عند هالآزم. يعني كل ما بخرم على القهوة جكالة فيه بتأخر بالساعة. ايه بسيطة انت التانية، ليش هيك بصلتك محروقة؟ شو صاير لك؟ هلا بيجي. تاكلي مسكي؟ ها اجت القهوة. صباح الخير يا سما. بلا صباح الخير بلا ضراب السخن، انه وينك لهلا؟ ليش تأخرت علي؟ ما بتعرفني ما بقدر امسك ورق بيدي قبل ما اشرب قهوتي؟ أنا آسف أنسي ما، انشغلت شوي بالديوان عند الأستاذ خالد. ومنو هذا الأستاذ خالد؟ عال والله مو ناقصنا غير هيك نمر. أما سمعة، هلا خالد صار أحسن مني؟ طولي بالك مها، شغلة مو مستاهلة منو؟ ليش هيك عم تهزي بدني؟ شلون مو مستاهلة؟ ما سمعتي الأفندي شو عم يحكي؟ عم قله ليش تأخرت علي؟ قال أخرني هذا مدري شو اسمه، خالد. خلص أنسي ما خلص. الزراعية بدأني هالمرة، أنا ما بيهون علي زعلك. وعد مني. بكرة الصبح بتجي وبتلاقي فنجان القهوة عم يستناكي على المكتب. منيح هيك؟ ماشي، هيك بدي اياك، بتجيب لي فنجان القهوة قبل كل الناس. يلا روح، روح شوف شغلك. على راسي يا سما، أنت بتأمري أمر. قسما بالله يا مها أنا مستغربة، كيف قدراني أتحمل غلاصتي؟ وليش لحتى ما يتحمل؟ صحت له وحده مثلي تتغلظ عليه وما رضي؟ لك يا مها، اللي ما بيشوف من المنخو الاعمى الشاب بحبك بس مو طالع بايده شيء المسكين. بيحبني؟ احبه برص وخمسه خرص ان شاء الله، مو ناقصني غير هيك شراشيح. عن اذنكم يا بنات، انا رايحه ساعه زمان وراجعه. شو لوين يا مهوين؟ متوعدة أنا وخطيبي عدنان بدنا نروح نشوف غرفة نوم بدارية. دارية؟ الله يساعدك على هيك جوازة. قال دارية. شو مو عاجبك؟ ليش صحلي أحسن وما أخذت؟ الزلمة حالته على قدها، بعدين بكره بيتبحبح وبيجيب لي غرفة نوم أحسن منها، شو المشكلة يعني؟ إذا حالته على قدها مثل ما عم تقولي، فلشو جوازته هذا؟ بتعرفي؟ من كم يوم إجا زارنا واحد شب بيطير العقل، بده يخطبني من أبي. بتعرفي شو قال له بابا؟ شو قال له؟ قال له شوف يا ابني، إذا ما معك ثلاث مفاتيح مالك نصيب عنا. مفاتيح؟ وشو قصده دخلك؟ قصده مفتاح للبيت، ومفتاح للسيارة، ومفتاح للمحل. وأنتِ شو كان رأيك؟ أنا؟ إيه أنتِ؟ يا ستي أنا بدي فوق المفاتيح الثلاثة يكون موظف كبير، ومو ممكن أقبل أقل من مدير عام ولا بأي شكل. اسمعي مني رجاء. بلالك الحديث هلا بدون ما تغيري فكرك، روحي قبل ما تتاخري على خطيبك، روحي. يلا خاطركم يا بنات، انا ما بطول. مهونه الله يكون بعونك ويحمل معك ويصبرك على الايام الجايه يا رب. ما قلت لي عماد شو اخبار الانسه مها بعد ما تجوز مديرنا؟ عود عود. هو بيني وبينك بالاول صفرت وحمرت، بس هلا هديت وقبلت بالامر الواقع. ايوه. طيب هلا هي منين بدها تدبر مدير عام وتتجوزه؟ حسب ما سمعت من آسي عبير انه هلا بعد ما تجوز مديرنا العام غيرت رايها وقال بتقبل بمدير دائره بس يكون وضعه المادي منيح. اها. خليها تنطر لكان. بلكي هيك الله بينولها مرادها وبتتجوز بعدين. تعرف استاذ خالد؟ يمكن لو ما حضرتك تجوزت كان ممكن تقبل فيك الأنسة معها باعتبارك مدير دائرة. هو صحيح أنا مدير دائرة بس وضعي المادي على حاله، فكيف بدها تقبل فيني؟ ما بعرف، بيجوز ما كانت دققت. يا سيدي أنا هلأ اتجوزت وخلصت ومرتي قبلانة فيني على عجري وبجري، بس أنت قلي الأنسة معها شو عم تعمل بهالأيامين اللي عم تحلفها؟ ما فهمت أستاذ، شو قصدك؟ اللي بقصده انه الانسه مها كانت عالطالعه والنازله تحلف يمين انه ما بتتجوز الا مدير عام، وهلا اتنازلت. ما بعرف، يمكن عم تطالع كفاره. عن اذنك استاذ. تفضل اخي. تسلم حبيبتي. مها
أنا مضطرة أطلع بكير اليوم. وليش بقى من غير شر؟ بدي روح جيب الصبي من بيت حماية. بقى إذا أجا شي مراجع بغيابي الله يوفقك، تصرفي معه بدالي، تسلم لي عينك. وأنا معه مضطرة أمشي كمان اليوم بكير، لأنه أنا وجوزي فوزي معزومين على الغداء عند الجماعة. إيه وشو المعنى؟ يعني بدكن ياني ضل هون لحالي وش بوش الحيطان؟ إيه معني شي مهوها حبيبتي. بكرة إن شاء الله بس تتجوزي بنحمل كتف عنك بالشغل وبنخليك تطلعي كل الفرق. بدك صراحة معها؟ والله أنا بحسدك. وعلى شو دخلك؟ لأنه أنت لا وراكي ولا قدامك، لا في عندك رجال ينق ولا ولد يبكي. إيه وشو قصدك يعني؟ ما قصدي شي، قصدي إنه عايشة لحالك ولا على بالك، ونحن عم نركض نركض ما عم نلحق. طبعاً، اللي بده يتجوز هيك جوازة فقرية هيك بده يصير فيه. بيني وبيني ما في أحلى من الجواز. إيه والله والله عندي ضحكة سمورة بالدنيا كلها. ومن هذا سمورة كمان؟ ولو أوام نسيتي ابني سامي. إيه الله يخلي لك سامر وأبو سامر، لشوف شو بدك تستفيدي منه غير بالسق والنق والطلبات وشغلان البال. يلا عبير خلينا نمشي تأخرنا. يلا بدكن تروحوا روحوا، انتو حرين، بس ان شاء الله يمرق المدير وما يلاقيكم. واذا سألني عنكم انا ما دخلني. المدير هو اعزب ما مرق لهون لحتى يمرق وهو متجوز. شو قصدك عبير؟ عبير تعي فهميني شو قصدك؟ صباح الخير. أهلين عماد. شو أكيد الفنجان للأنسة معها مو هيك؟ إيه نعم أستاذ للأنسة معها. دخلك صار لي زمان ما عم بصدفها بالمؤسسة، يعني شو أخبارها؟ حركتها قليلة بالمؤسسة بس لساها على حطة إيدك. دخلك شو أخبار الزواج عندها؟ ما بعرف أستاذ، ما عادت حكت بالجواز بنوب، ما عادت فتحت سيرته. آخر مرة شفتها لمها قاعدة لوحدها. أنا بعرف إنه أم سامر أخذت تقاعد جزئي. أم رامز شو أخبارها؟ أم رامز أخذت أمومة أستاذ. بتعرف أنا عم أفكر آخذ تقاعد جزئي، أصلاً مليت من كل هالوظيفة. الله يلحق معك يا أستاذ، أنت بتتعب كتير، حامل كل هم هالدائرة على كتافك، الله يكون بعونك. يلا أنا بالإذن لازم روح لعند الأنسة ما حاكم القهوة بردت. الله معك، وينك؟ سلم لي عليها. وصل أستاذ وصل. صباح الخير أنسة. أهلين عماد، صباح النور. سلموا الإيدين. دياتك يا الله. عماد خير عن سماء؟ قلي لشوف شو أخبارك. الحمد لله خير. مبسوط؟ الحمد لله، من رضي عاش. طيب بدي أسألك سؤال بس بتمنى أنك تجاوبني عليه بصراحة. أنا روح قلبي الصراحة، يعني أنا من زمان ملاحظة إنك تطلع فيه تطليعات خاصة، نظراتك دائماً إلى أكثر من معنى. عم بحكي صح ولا أنا غلطانة؟ محشومة من الغلط أنسي ما. يعني كلامي صحيح؟ إيه صحيح. طيب وشو بتقصد يا ترى من هالنظرات؟ والله ما بعرف شو بدي أقولك، يعني إذا قلت لك ما بتزعلي؟ لا ولا يهمك، أكيد ما رح أزعل. بصراحة أنا كنت معجب فيكي كتير يا أنسمة. طيب وليش ساكت؟ يعني ما في شيء إذا حكيت؟ الإعجاب شغلة مشروعة. شو بدي أحكي؟ أنا وين وأنت وين؟ شو ناقصك أنت يعني؟ شب وعين الله عليك ومهذب وعم تكسب رزقك بعرق جبينك، ولا ناقصك لا إيد ولا رجل ولا لسان. عم تحكي جد أنسمة؟ طبعا عم بحكي جد، شو ناقصك يعني انت؟ ألف بنت بتتمناك.
بما فيهم انت انسه مها؟ اي نعم يا سيدي، وانا كمان. يعني لو كنت طلبت ايدك كنتي وافقتي؟ وليش لحتى ما وافق؟ اذا مالك مصدقني بعت اهلك خليهم يزورونا وشوف بعينك اذا بوافق ولا لا. عم تحكي جد ولا عم تمزحي انسمها؟ لا عم بحكي جد، ليش لحتى امزح يعني بهيك مسائل؟ يا حسره يا انسمها، مالي بالطيب نصيب. ليش بقى؟ لانه من يومين بس كتبت كتابي على بنت خالي. عم تحكي جد استاذ عماد؟ اي نعم، وجد الجد يا انسمها.